السلام عليكم ورحمة الله، أهلا مرحبا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج الملعب اللي يطل عليكم يوميا من السبت إلى الأربعاء. تواصل معاكم نغطي جوانب عديدة من الرياضة في البحرين وخارجها. قبل ما أدخل في تفاصيل حلقة اليوم خلينا نشوف أهم العناوين. الإعلان عن تسمية كأس كرة السلة باسم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر. منتخبنا الوطني لكرة اليد يصل لفرنسا للمشاركة في بطولة العالم. في فقرة سيكولوجيا الرياضة نسلط الضوء على التصور الذهني مع الدكتور علي صليبيخ. نرحب فيكم مشاهدينا من جديد ونبدأ مع عالم السوشيال ميديا والتغريدات. تغريدتنا الأولى اختارها لنا فريق العمل من حساب الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة مدير منتخب الشباب سابقا، يقول فيها: المجهود اللي يقوم به الأخ عابد الأنصاري في تنظيم أكبر عدد من الدورات لإعداد المدربين والمحاضرين البحرينيين ستجني ثماره أنديتنا ومنتخباتنا. طبعا احنا اكيد نوجه تحيه لمدير العمليات الفنيه في الاتحاد البحريني لكره القدم على هذه الجهود في اقامه وتنظيم الدورات والورش التدريبيه. خلينا نشوف التغريده الثانيه، طبعا اختارها لنا فريق العمل من حساب فارس عوض الاعلامي او المعلق الاماراتي، يتحدث فيها عن قرار رفع عدد المنتخبات في كاس العالم الى 48 منتخب. يقول: بدءا من 2026 هبط كأس العالم كثيرا لدرجة لم يعد يعتبر التأهل له صعودا على الإطلاق. راح نتكلم أيضا عن هذا القرار في فقرة حمد الشملان في الكرة العالمية. تغريدة ثالثة من الإعلامي أيمن جادي يقول فيها: رغم مأساويتها إلا أن حادثة تحطم طائرة تشابيكوينسي البرازيلي كانت من أهم أحداث 2016 لأنها أظهرت كيف يمكن أن يتضامن العالم في الأوقات الصعبة. خلينا ننتقل إلى البوستات على الإنستغرام. الصورة الأولى عندنا من حساب الشخصي للاعب إبراهيموفيتش يواصل في تصرفاته المثيرة للجدل، حاط هذه الصورة وكاتب تحتها: ملك السويد 17. نشوف الصورة الثانية من حساب أخبار الكرة العالمية رينجو سبورت 11، عمل تخريبي يدمر تمثال ميسي في الأرجنتين، والصورة واضحة. الصورة الثالثة والأخيرة من حساب الفاروق يتحدث فيها عن المكملات الغذائية وتحذير من شراء المنتجات الصحية والمكملات الغذائية عبر الانترنت. احنا علشان نتأكد من هذه الخبر ونعرف أكثر عنه طبعا يسرنا أن تنضم معنا عبر الهاتف دكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية. نرحب فيك في الملعب. مرحبا أختي مريم ومساء الخير لجميع المشاهدين. يا هلا ومرحبا فيك دكتورة. في البداية حابين لو توضحين للمشاهدين أكثر حول هذا التحذير اللي أصدرتوه بخصوص شراء المكملات من المواقع الإلكترونية. نعم صحيح، لاحظنا في ظاهرة متزايدة في الانتشار وهو طلب المنتجات الصحية والمكملات الغذائية عن طريق المواقع الإلكترونية، وخصوصا أن في بعض المواقع أيضا لها بوست في البحرين وهي غير مرخصة أصلا أن هي تستورد أي منتجات صحية أو مكملات غذائية. للأسف لاحظنا أن كثير يطلبها في شكل طرود شخصية، وعلى الرغم من أن قانون الصيدلة في البحرين يمنع استيراد أي أنواع من المنتجات عن طريق الطرود الشخصية إلا إذا كانت أدوية ووصفة طبية. نعم. طبعا إحنا متعاونين مع الجمارك نفتح هذه الطرود عندنا في الهيئة. نعم. ونجد في بعضها أحيانا تكون فيها مكملات غذائية غير مسموح فيها، بعضها فيها هرمونات، ونجد أن كثير من الشباب يعني ينخدعون وراء هذه المكملات اللي راح تنمو العضلات عندهم، ونكتشف ببعض هرمونات طبعا هذه ممنوعة ما نسلمها. نعم. المكملات العادية البسيطة اللي هي فيتامينات نتأكد من صحتها ومن عدم تزويرها ممكن نسلمها لصاحبها، خصوصا إذا كانت بكمية قليلة، ولكن بعضهم يجلب كميات كبيرة للأسف للتجارة ممكن ترويجه بها عن طريق المواقع الإلكترونية. نعم دكتورة، يعني البعض يشتري هذه المكملات الغذائية خلينا نقول البروتينات وغيرها من المواقع الإلكترونية بدافع انخفاض السعر. صحيح. نتكلم عن هالنقطة خصوصا لما يستورد المشتري مكمل يعني بالأساس موجود في السوق البحريني.
صحيح صحيح. هو طبعا اكيد فرق السعر هو اللي يد بالناس انها تشتري على المواقع، بس احنا ما نضمن مدى سلامه هاي المنتجات، هل هي اصليه او مزوره، هل هي حقيقيه او مضاف لها مواد. يعني المشكله ان احنا لما تي صيدليه وتستورد تقدم لنا اوراق عن المنتج ونفحص المنتج ونتاكد من ان في شهاده الجوده اللي صادره من الدوله وشهاده الجوده على المصنع، لكن لما يكون موقع على الانترنت ما نقدر نضمن انه هو مو مزور. نعم. او انه اصلا مرخص من المنظمات الدوليه علشان نقدر نمرره، فنضطر ان احنا نفتح الطرد امام الشخص ونتاكد. بس كثير من الاحيان يكون المنتج مجهول بالنسبه لنا، وللاسف نضطر ان نطلب استرجاعه، وهني طبعا يصير شد وجذب بين الناس اللي جالبين هاي الطرود، فحبينا ان ننبههم عبر المواقع هذه. نعم. واشكركم ان سلطتوا عليه الضوء. اختي مريم ابدي اتكلم عن ظاهره جدا خطيره. نعم. بالنسبه للرياضيين. نعم. احذرهم من الانصياع وراء اخذ الابر التي تعطى بطريقه غير مشروعه في الصالات الرياضيه. كثير من الرياضيين بغرض انه بسرعه يحصل على عضلات يكبرها ويحصل على جسم رياضي، ياخذ ابر هرمونات، وهذه ابر غير مشروعه. نعم. وتسويقها مجرم بالقانون. نعم. وياخذونها من قبل ناس غير مختصين، واحيانا تكون مهربه. فانا احذرهم، ويا ريت يعني هذا يكون التحذير يوصل للجميع انه ياخذون حذرهم وما يستخدمون هذه، بل يبلغون عن أصحاب الـ أو إذا في أشخاص في هذه الصالات الرياضية تغري الشباب بهذه المواد الخطرة. نعم. يعني إذا مثلا لا سمح الله يعني شفنا أحد يأخذ هذه الإبر أو أنه يستعمل منتجات غير صحية، خلينا نقول شلون مثلا يقدر يتواصل معاكم أو أنه يبلغ على مثل هذه الأشياء؟ نعم، إحنا الهيئة التنظيم المهن الخدمة الصحية ممكن يبلغنا مباشرة، ممكن عن طريق موقع تواصل الحكومة الإلكترونية، ممكن عن طريق الموقع الإلكتروني. إحنا بناخذ الشكوى بكل سرية وبنحقق فيها، لأن جدا مهم الشباب إن ما ينصعون، لأن هرمونات ممكن حتى تؤدي إلى الإصابة بالأمراض الخبيثة. صحيح صحيح. الله لا يقول. دكتورة مريم جلاهمة، رئيسة تنفيذية لهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية، شكرا جزيلا لك على هذه الوقفة، ونتمنى أن الجميع يأخذ بكلامك بعين الاعتبار. شكرا جزيلا لك. لأن مشاهدينا ننتقل إلى الأخبار المحلية. رئيس اتحاد كرة السلة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة أعلن عن تغيير اسم كأس الاتحاد البحريني لكرة السلة إلى كأس خليفة بن سلمان، وذلك ليحمل اسم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر. وتم الإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي نظمه الاتحاد بحضور سعادة السيد هشام الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة، والسيد عبد الرحمن عسكر الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة. وقد تم خلال المؤتمر الذي أقيم بقاعة الغزالة بفندق الريتز كارلتون الإعلان عن زيادة المكافآت المالية المخصصة لهذه البطولة. حبينا نعلن عن بعض الأشياء تتعلق بمسابقات كرة السلة، وأولها نعلن عن مسابقة كاس كرة السلة. يا إخوان، الكاس سوف يحمل اسم شخص غالي علينا كلنا، غالي على البحرين كلها، وهو أبو البحرين، والله يحفظه الوالد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه. أعلننا عن الجوائز وزيادة الجوائز لهذه البطولة، والفائز المركز الأول راح يحصل زيادة عن 10,000 دينار، والمركز الثاني سيحصل على 5,000 دينار، وهذه زيادة عن الجوائز اللي حطيناها في السابق. بعد ختام معسكره تدريبي في صربيا، وصل منتخبنا الوطني لكرة اليد اليوم إلى الأراضي الفرنسية، وذلك للمشاركة في بطولة العالم لكرة اليد للرجال، والتي ستنطلق مساء الغد وتستمر حتى 29 من الشهر الجاري. يذكر أن منتخبنا الوطني يلعب في المجموعة الرابعة إلى جانب السويد والدنمارك وقطر ومصر والأرجنتين.
قرعة بطولة آسيا لكرة القدم الشاطئية أوقعت منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب كل من الصين وماليزيا وإيران بالإضافة لأفغانستان، وستقام منافسات البطولة بمدينة كوالا ترنغانو الماليزية خلال شهر مارس، وستحصل أول ثلاث منتخبات في البطولة على بطاقات المشاركة في نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية 2017 التي تقام في جزر البهاما في أبريل المقبل. الاتحاد البحريني للمبارزة أقر خلال اجتماعه الأول هذا العام إقامة البطولة الخليجية في المملكة خلال الفترة من الخامس وحتى العاشر من شهر فبراير القادم، وذلك تزامناً مع احتفالات المملكة بذكرى ميثاق العمل الوطني بالإضافة إلى يوم البحرين الرياضي، حيث بدأ الاتحاد بتشكيل اللجان العاملة ومخاطبة الجهات ذات العلاقة لضمان توفير عوامل النجاح للبطولة. في الجولة الثالثة عشر من مسابقة دوري الأندية المحلية للبولينج، حقق فريق الحالة فوز مفاجئ بستة أشواط مقابل شوطين على حامل اللقب ومتصدر الترتيب العام فريق الرفاع الشرقي، واستغل فريق المنامة سقوط الشرقي ليحقق انتصارا مهما على أم الحسن بستة أشواط مقابل شوطين، ويقلص الفارق بينه وبين المتصدر إلى 8 نقاط فقط. كعادتنا مشاهدينا في كل ثلاثة نطرح مواضيع تتعلق بعلم النفس الرياضي في فقرة سيكولوجيا الرياضة. خلال الأسابيع الماضية تكرر عندنا مصطلح التصور الذهني أكثر من مرة. خلال حلقة اليوم بنتعرف أكثر على التصور الذهني وأهميته في الجانب الرياضي، لكن في البداية خلونا نشوف هذا التقرير اللي عده الزميل عبد العزيز الخضير ونرجع لكم مرة ثانية. التفوق الرياضي والوصول إلى المستويات المتميزة يحتاج إلى البحث عن كل ما هو مبتكر، فلا يمكن أن يتم التفوق إلا بالعمل المتكامل ما بين العقل والجسد. لهذا ازداد الاهتمام بالإعداد الذهني للرياضيين، فالعقل هو الموجه والقائد لإمكانيات اللاعب البدنية ليستخدمها بالاتجاه الصحيح من أجل تحقيق الإنجاز المطلوب. وتعتبر القدرة على التصور الذهني في المجال الرياضي من المتغيرات المهمة التي تعكس تأثير التدريب العقلي على الأداء، حيث يستخدم التصور الذهني لغرض تجسيد الأداء عن طريق مراجعة المهارة عقلياً، ويتضمن ذلك التخلص من الأخطاء بتصور الأسلوب الصحيح للأداء الفني. إن التصور الذهني يعمل على منع تشتت فكر اللاعب، وبذلك سيركز بصورة أفضل على أداء المهارة بالإضافة إلى زيادة الثقة بالنفس. دعونا نتعرف أكثر على التصور الذهني في فقرة سيكولوجيا الرياضة مع الدكتور علي صليبيخ في الملعب. صرنا في هذه الفقرة أن نرحب بالدكتور علي يوسف صليبيخ الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة البحرين. هلا ومرحبا فيك دكتور في الملعب. يا هلا يا هلا اختي مريم، حياك الله، وارحب بالأخوة والأخوات المشاهدين. يا هلا ومرحبا فيك دكتور. طبعا اليوم راح نتكلم عن موضوع ممكن مصطلح مر علينا أكثر من مرة في الفقرة، واللي هو التصور الذهني، بس نبي نعرف الفرق بين الخيال والتصور الذهني. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية خليني ما شاء الله أنا أسبوعيا أنبهر بجودة التقارير اللي تنحط في الحلقة. ما شاء الله فريق الأعداد بين أنهم يعني على قدر كبير من الكفاءة وفاهمين مواضيع، يعني الله يعطيهم العافية على هذه التقارير. الحين التصور الذهني والخيال أو التخيل. التصور الذهني عبارة عن مهارة ذهنية يستخدمها الرياضي من أجل تنفيذ بعض الواجبات الحركية أو المهارات الفنية داخل نطاق الذهن. التصور الذهني يكون دائماً مرتبط بالواقع، بقدرات الرياضي على إنجاز هذه المهمات أو تنفيذ هذه الواجبات، بينما الخيال أو التخيل دائماً يرتبط بمهارات غير حقيقية أو غير قابلة للتطبيق. لابد أن نفصل بين التصور الذهني وبين التخيل. لما اللاعب يتصور ذهنياً أداء لمهارة معينة فهو قادر على تنفيذ هذه المهارة أو قادر على تنفيذ الواجب الحركي اللي يتصوره داخل ذهنه أو داخل دماغه، بينما لما نقول واحد يتخيل تحقيق أمر معين فهاي أقرب من
المستحيل او اقرب من امور التي يستطيع الواحد انه فعلا انه يحققها. فالتصور الذهني مرتبط بمهارات قابل للتحقيق وقابل للاداء، بينما الخيال مرتبط بمهارات غير قابله للتطبيق واقعيا. يعني التصور الذهني نقدر نقول بانه هو واقع، نعم، بس انه هو قاعد يعني يتصور شلون ممكن مثلا ينفذ ركله جزاء، نعم، مثلا، او شلون راح يقطع هذه المسافه. فاذا هذه مهمه جدا بالنسبه للرياضي. نعم طبعا. يعني شنو اهميتها بالنسبه للرياضي؟ التصور الرياضي مهاره جدا مهمه نفس ما تفضلت للرياضي، وتساهم بدرجه كبيره في تحقيق الانجاز الرياضي. خليني اقول لك عن دراسه اجريت او تجربه اجريت على فريق جامعي في الولايات المتحده. خذوا فريق كره السله او احدى فرق كره السله الجامعيه، وطلبوا من اللاعبين عقب ما يخلصون التمرين، اول شيء قسموهم ثلاث مجموعات، طلبوا من اول مجموعه عقب ما يخلصون التمرين أن يتدربون لمدة ساعة على الرمية الثلاثية، وطلبوا من المجموعة الثانية أن فقط يتصورون أنفسهم يأدون الرمية الثلاثية، والمجموعة الثالثة ما طلبوا منها أي واجب، وخلوهم يعني يغادرون عقب ما يخلصون التمرين. جاءوا عقب أسبوع وقاسوا الأداء، شافوا المجموعة الأولى اللي كانت تطبق الرمية الثلاثية لمدة ساعة قبل التمرين تحسن عندها مستوى الأداء في الرمية الثلاثية، وهاي شيء طبيعي لأنهم كانوا يدربون لمدة ساعة على أداء الرمية الثلاثية. وأيضا شافوا المجموعة اللي ما كانوا مطلوب منها أداء أي مهارات حركية، فقط يغادرون المكان عقب التمرين، أيضا ما في تحسن ملاحظ، وهذا أيضا شيء طبيعي. الشيء الغريب ان المجموعه اللي كانت تمارس التصور الذهني لمده ساعه بالتمرين ايضا صار عندهم تحسن في اداء مهاره الرميه الثلاثيه. فالتصور الذهني ساهم في تحسن مهاره او المهارات الحركيه بشكل عام. شلون او شنو اهميه التصور الذهني؟ التصور الذهني له اهميتين اساسيتين. الشيء الاول انه هو يساهم في تهيئه الممرات العصبيه اللي تنقل النبضة العصبية من الدماغ إلى العضلات العاملة. نعم. سابقاً كان علم النفس الرياضي يركز أكثر شيء على الانفعالات وإدارة هاي الانفعالات. الاتجاه الحديث لعلم النفس الرياضي الآن إنه يركز على القوة الذهنية، على دراسة كيفية تحسين وتسريع نقل النبضة العصبية من الدماغ إلى العضلات العاملة، باعتبار أن الدماغ هو المسيطر والمتحكم في استجابات الفرد الحركية والانفعالية. فالتصور الذهني يحسن الممرات العصبية اللي تنتقل خلالها النبضة العصبية من الدماغ إلى العضلات العاملة، تقول حق الدماغ يكلف العضلة أن تعمل مهارة معينة بقوة معينة فتنتج في النهاية المهارة الحركية. أيضا التصور الذهني يزيد فهم اللاعب وفهم الرياضي للمهارة المطلوب منه تنفيذها أو للواجب الحركي المطلوب منه تنفيذها. من خلال التكرار والتصور الذهني النشط يستطيع الرياضي أن يتعرف على المطلوب منه تنفيذه ويمارس هذا الواجب الحركي داخل ذهنه، بحيث لما ينتقل إلى الواقع، لما ينتقل إلى الملعب، نعم، هو أوريدي متدرب وامتلك الفهم الكافي للمهارة الحركية، فيستطيع أدائها بشكل أفضل أثناء الأداء الفعلي للمهارة. نعم. إذا يعني نقدر نقول بأن التصور الذهني ممكن لا علاقة بتعزيز الجانب النفسي عند اللاعب أو لا أيضا استخدامات أخرى. نعم، التصور الذهني له مجموعة من الاستخدامات حقيقة. من ضمن استخدامات التصور الذهني تحسين الجانب السلوكي عند اللاعب. تصور أختي مريم لما زيدان لما أدى النطحة الشهيرة، لو كان زيدان ما أدي التصور الذهني ومصور نفسه لما ينطرد فريقه شلون راح يعاني من هاي الطرد، وشلون راح قد يفقدون البطوله، هل راح يؤدي ذي الحركه او اي لاعب؟ نعم، فراح يحسن الاستجابات السلوكيه للاعب. اللاعب لما يصور ذهنيا الحكم مثلا احتسب عليه خطا، بدل ما يقوم ويحتاج خليه يصور نفسه، يقوم ويحتاج على الحكم ويحصل بطاقه او ينطرد من الملعب، شلون راح يعاني فريقه بعده؟ وخليه يصور نفسه لما يستجيب حق قرار الحكم ويواصل اللعب، ما راح يخسر شيء وايد. فالتصور الذهني يحسن الاستجابه السلوكيه للاعب. ايضا التصور الذهني شافوه انه هو يحسن او يسرع عوده اللاعب ويحافظ يساعد اللاعب المحافظه على مستوى اثناء الإصابة. اللاعب اللي أثناء فترة إصابته أو توقفه عن الممارسة
لما يروح ويحضر مع الفريق تمارينهم ما يمارس التمرين ولا يطبقه، ولكن يجلس ويتصور نفسه يمارس التمرين. نعم. ويصور نفسه يؤدي الواجبات الحركية اللي المدرب قاعد يطلبها من اللاعبين. هذا اللاعب راح يرجع، راح يحافظ على المستوى أولا. نعم. وراح يرجع للأداء بشكل أفضل من اللاعب اللي يكتفي بالراحة السلبية. أيضا التصور الذهني من استخدامات أنه هو يعزز ثقة اللاعب أو ثقة الرياضي بنفسه. لما الرياضي يتمرن ذهنيا على أداء مهارة معينة ويصور نفسه متحكم بهذه المهارة، راح تتعزز ثقته بنفسه في الواقع، راح يستطيع أنه يؤدي المهارة بشكل أفضل. لذلك فالتصور الذهني يحسن من الأداء بشكل عام ويستخدم بشكل كبير من أجل يعني تطوير أداء الرياضي. نعم، يعني الحين عرفنا من كلامك الدكتور ان التصور الذهني له استخدامات عديده، منها الجانب الفني، منها الجانب المهاري، ولكن شنو هي الخطوات او شنو هي الاليه اللي يتبعها مثلا اللاعب في التصور الذهني؟ نعم، التصور الذهني لا يعني لا متطلبات معينه او لا اليه معينه. اولا التصور الذهني لازم يؤدى بوضع استرخاء، يعني ما يكون اللاعب مثلا مشدود او في وضع متوتر ويطلب من المدرب انه يؤدي التصور الذهني. لابد من شروط التصور الذهني انه يكون اللاعب في وضع استرخاء ومرتاح ويمارس التنفس الصحيح. لما اقول تنفس صحيح فناس يسائلون او بعض يعني مره طلبه يسائلون دكتور في احد يتنفس غلط؟ للاسف احنا قاعدين نتنفس مو بغلط ولكن ما قاعدين نتنفس صح. التنفس الصحيح اللي يمارسه الطفل الرضيع، لما نشوف طفل رضيع طريقه تنفسه لما ياخذ الشهيق الحجاب الحاجز يرتفع فبطنه يرتفع، احنا كأنه بالعكس لما ناخذ شهيق كأنه بطننا يهبط لانه ما ناخذ القدر المطلوب من الاكسجين. نعم. مره طلعت من طلابي انه يمارسون التنفس الصحيح، ياخذون شهيق عميق ويقولون لي شنو خبرتهم او شنو حسوا. معظم الطلبه قالوا دكتور حسينا انه صار نوع من الدوخه او الدوار، شيء طبيعي لان كميه الاكسجين اللي قاعد توصل حق الدماغ، الدماغ مو متعود عليها، يقول الصاير قاعد يجيني هالكثر اكسجين هالمره فيستجيب بنوع من الدوار. فالتصور الذهني لابد يؤدى من وضع استرخاء اثناء يعني التنفس الصحيح. ايضا من الاليات اللي تطبق في التصور الذهني لابد يكون هناك اهداف نوعيه، يعني المدرب يقول حق اللاعب بالضبط شنو يتصور ذهنيا، يقول حق حارس المرمى بيك تصور ذهنيا اذا لاعب منفرد معاك شلون تكون رده فعلك، شلون تطلع له ولا توقف في المرمى، هل تتقدم، اي زاويه راح تغطي. فاللاعب عنده اهداف نوعيه، ما يقول له بس روح وتصور مباراه 90 دقيقه في كره القدم مثلا، يصور شنو ويهد شنو اللاعب فيتصور يعني موقف معين. ايوه اهداف في مواقف معينه واهداف نوعيه، يقول حق المهاجم بيك تصور ذهنيا لما انت منفرد مع الحارس شلون راح تتصرف، هل راح تسدد، هل راح تحاور. ففي أهداف نوعية. أيضا من الآليات أن يكون هناك أهداف واقعية. سألتيني في البداية التصور الذهني أو الخيال. لما تكون الأهداف غير واقعية هنا ننتقل خيال. إلى خيال. لابد تكون أهداف واقعية واللاعب يستطيع تنفيذ هذه الواجبات ويستطيع تنفيذ هذه المهارات، القدرات البدنية اللي يمتلكها اللاعب والفنية تأهله وتساعد أنه ينفذ هذه الأهداف، فيتصور ذهنيا أهداف واقعية أو مهارات واقعية يستطيع أنه هو ينفذها. أيضا من الآليات التصور بسرعة مقاربة من الأداء الفعلي. لما نشوف مثلا في منافسات السباحة لما يوقف لاعب على بورد الانطلاق أو على بورد يعني في لوح الانطلاق يشوفها يؤدي حركة اليد ويؤديها بسرعة مقاربة للسرعة الفعلية، لأن التصور الذهني عشان يكون ناجح يفضل أنه يؤدى بسرعة مقاربة للسرعة الفعلية. نعم. والتصور المتماثل يعني قدر الإمكان إذا استطاع الرياضي أنه يتصور ذهنيا لمهارة معينة في بيئة مماثلة للبيئة اللي راح يمارس فيها، يعني مثلا إذا كان راح ينافس في الليل يتصور نفسه في الليل، إذا في ملعب مفتوح يتصور نفسه في ملعب، يعني أثناء أداء التصور في الذهن يكون في ملعب مفتوح، إذا كان يتوقعون بيئة ممطرة يؤدي التصور الذهني في بيئة ممطرة. إذا كان في تماثل بين بيئة التصور الذهني والبيئة الفعلية للأداء راح يكون تصور ذهني أفضل وراح تكون النتيجة طبعا أفضل. نعم، يعني نعم. إحنا قاعدين نشوف نموذج التصور الذهني، تصور بعدين محاكاة والنتيجة. نعم، اللاعب يبتدي في التصور الذهني وبعدين يحاكي هذا التصور من خلال قدراته البدنية وقدراته
المهارية، إذا حدثت المحاكاة وفق للتصور الذهني غالباً راح تتحقق نتيجة إيجابية. أما إذا تصور اللاعب وهو لا يمتلك المقومات لتنفيذ هذا التصور، فلو يجي تصور يومين أو ثلاثة أيام ما راح يستطيع أنه هو يحقق النتيجة، لأنه ما في محاكاة أو ما في قدرات تخليه يحاكي هذا التصور ويطبقه فعلياً. هل مثلا اذا اللاعب شاف مقاطع فيديو نقدر نقول هذا الشيء يساعد على التصور الذهني ولا ما له علاقه؟ نعم، لا علاقه كبيره. التصور الذهني انواع. النوع الاول يسموه التصور الذهني الداخلي، اللي اللاعب يتصور نفسه، يتصور ذاته، يؤدي مهاره معينه. واللي تفضلتي فيه لما اللاعب يشوف نموذج امامه او يشوف فيديو او يشوف مثلا بطل هو يفضله ويسقط أداء هذا البطل أو أداء هذا النموذج على ذاته، ويتصور نفسه مكان هذا البطل، يوقف نفس وقفته، يتقدم نفس تقدمه، يسدد بنفس الطريقة. فهي النوع الثاني هو التصور الذهني الخارجي. أيضا في التصور الذهني له أقسام. من أول قسم هو التصور الدقيق، اللي اللاعب يركز على المهارة بتفاصيلها. في الضرب الساحق مثلا اللاعب يركز على الاقتراب بتفاصيله، في أي قدم يقترب يركز على الارتقاء، يركز على ضرب الكرة. تصور ذهني دقيق يأخذ وقت. واللاعب شفتي كابتن ماجد؟ زين، لما كابتن ماجد يشوت الكرة حلقة ونص بس في شوتة الكرة، نفس الشيء. يعني لازم الواحد ما يشوفها، لأن التصور الذهني ما بيستوي عنده، مو بإيجابي أبداً. فالتصور الذهني الدقيق اللاعب يأخذ وقته في تصور أداء لمهارة معينة بكل تفاصيلها. النوع الثاني هو التصور الذهني العام، اللي اللاعب ما يصور المهارة بتفاصيلها، ولكن يصور سيناريو المهارة، سيناريو الأداء، يصور المباراة بشكل عام. السباح يتصور نزوله إلى الماء وأثناء مرحلة الغطس والخروج على سطح الماء وضربات اليدين، فيصور السباق بشكل عام عساس يحط له سيناريو حق كل جزء من أجزاء السباق. والنوع الثالث أو القسم الثالث هو التصور اللي يستثير الدافعية. اللاعب يتصور نفسه بعد الإنجاز، شنو شعوره لما يرفع الكاس، شنو شعوره لما يكرم. صحيح. فيتصور هاي الشعور فيمتلك الدافعية من أجل تحقيق هذا الشعور على أرض الواقع. هاي القسم الثالث، التصور اللي يولد الدافعية. حلو. يعني لو نتكلم عن أمثلة من اللاعبين اللي يتميزون بهذه الخاصية. يعني أنا يعني أستطيع أن أجزم أن ما في لاعب من لاعبين النخبة حالياً لا يمارس التصور الذهني. التصور الذهني أصبح مهارة يعني من ضمن القوة الذهنية اللي يتدربون عليها اللاعبين. كريستيانو رونالدو على سبيل المثال، أنا شفت له تغريدة يقول أن أعتقد ظهرت، أنا أعتبر نفسي أفضل لاعب في العالم، أنا أعتبر نفسي أفضل لاعب في العالم لأني أعمل بكل جهدي فقط لأكون الأفضل، كما أن عقلي يقول لي أنني الأفضل. هاي ملخص التصور الذهني. عقلي يقول لي، يتصور ذهنيا أنه هو الأفضل ويطبق هاي التصور في التمرين، يطبقه في الأداء وفعلا يطلع الأفضل. توا مكرمينه لرابع مرة أفضل لاعب. صحيح. في العالم، بينما في المقابل رياض محرز يتكلم عن انه مستحيل احنا نستطيع ان نواصل او يعني نحرز الشامبيونز ليج. رياض محرز يتكلم عن مستحيل. ليستر سيتي اللي خذوا بطوله البريمير ليج، من كان يصدق؟ يتكلم عن مستحيل. لما اللاعب يصور انه مستحيل راح ينجز انجاز، فما راح يستطيع انه ينجز هاي الانجاز، لانه هو حاط هذا الشيء في باله، خلاص في بلوك في ذهنه ان انا فقط هني بالصدفه، مو ان انا استحق ان اكون هني. ومفروض هو رياض محرز آخر واحد تكلم عن المستحيل، لأن ماخذين البطولة العام وهو فريق ما حد كان يتوقع أن يوصلون. صحيح. لهاي المستوى. أيضا من اللاعبين اللي يمارسون التصور الذهني بشكل كبير، لاعب السباح مايكل فيليبس، أفضل رياضي أولمبي في التاريخ، محقق 28 ميدالية أولمبية، منها 23 ذهبية. ما حد سوى هالإنجاز، وصعب جدا أن أحد يسوي هالإنجاز. مايكل فيليبس يقول أن التصور الذهني جزء أساسي من أعدادي، اللي يفرق بيني وبين بقية الرياضيين أن أنا مدربي من عمري 5 سنوات يدربني على التصور الذهني، ويتدرب على التصور الذهني العام. من عمره 5 سنوات. نعم، من عمره 5 سنوات.
يستخدم معاه التصور الذهني والتدريب العقلي ويتدرب على التصور الذهني العام. يقول أنا يعني أخلي داتابيس في ذهني بحيث إذا صار أي موقف يعني يخلي دائما مواقف في ذهنه. إذا مثلا نزل الماء وطاحت نظارته فيخلي ذي الموقف في ذهني عقب يتصور يكون مستعد حق يكون مستعد ردة فعل تكون جدا سريعة. فهو أوريدي عنده مخزن مجموعة من الأحداث ومخزن استجاباته حق ذي الأحداث كلها من خلال التصور الذهني. فلما يحدث ذي الأمر فعليا في الواقع تكون ردة استجابته جدا سريعة مقارنة بلاعب ما يمارس التصور الذهني وحدث لها الموقف فراح ياخذ وقت اكثر في الاستجابه والتكيف مع هذا الموقف. ايضا من اللاعبين اللي يمارسون التصور الذهني بولت العداء اسرع رجل في العالم يقول انا قبل المنافسه امارس التصور الذهني على 3 مراحل. اول مرحله اتصور نفسي اشوف منافسيني من الخلف لانه هو معروف عنه الانطلاق البطيء مقارنه مع باقي متسابقين البدء عنده شوية بطيء فيصور نفسه هو يشوف المنافسين سابقينه في الانطلاق فيصور نفسه هو يشوفهم من الخلف عقب أصور نفسي وأنا أمر من جانبهم الله. لما يمر من جانب ويعطيهم النظرة أيوة وأصور نفسي لما هم يشوفوني من الخلف لما يطوفهم شنو شعوره وهو متقدم عليهم فغالبا يكون مبتسم قبل لا يوصل حق خط النهاية. فيتمارس التصور الذهني على 3 مراحل. أيضا من اللاعبين اللي مشهورين في التصور الذهني لبرون جيمس أفضل لاعب في الـ MVP يعني الـ أفضل لاعب في الـ NBA الموسم الماضي زملائي يقولون أن لبرون جيمس قبل المنافسة قبل أي مباراة ما حد يجرب يمه يحط على أذنه سماعة وما شغل موسيقى يحط على أذنه سماعة عشان ينفصل عن الصوت واي تاثيرات خارجيه ويغمض عينه ويقعد يتصور ذهنيا المنافسه وشو الواجبات اللي هي مطلوب اللي هو مطلوب منها وينفذ هاي الواجبات اثناء الاداء. فما في لاعب من لاعبين النخبه حاليا في العالم في مختلف الرياضات ما يمارس حاليا التصور الذهني. صحيح. احنا نشكرك دكتور علي صليبيخ على تواجدك معنا وعلى هذه الفقره المهمه جدا التصور الذهني. قبل اقول لك شكرا لك ونشوفك الاسبوع الجاي. القلم اليوم مو بتنسى ليش؟ القلم مو بنسى نسيته في السياره صراحه فزين عندي قلم ثاني. انا متعود لما اتكلم حتى في المحاضرات لازم يكون شيء في يدي او البنسى اتفائل فينا ان لا قصه بقول لك مره ثانيه ان شاء الله. الحلقه الجايه. طيب شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا لك. مشاهدينا لنشر الوعي الكافل بين مرتادي مضامير المشي بجميع محافظات مملكة البحرين والمساهمة في الوصول المتدربين إلى الغاية المرجوة من مزاولة الرياضة باكر بينطلق برنامج رياضي عدته اللجنة الأولمبية البحرينية تحت عنوان جايين نتمرن وياكم. خلونا نتابع تقرير عن الاستعدادات الخاصة بهذه الفعالية. ضمن البرنامج التدريبي جايين نتمرن معاكم ابتدت الاستعدادات الخاصة لبدء برنامج المشي اللي بيتضمن جميع مضامير المشي بالمحافظات سعيا لنشر الوعي والثقافة الرياضية بين فئات المجتمع. عندنا برنامج اسمه جايين نتمرن وياكم. اطلق هذا البرنامج بناء على توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد. ارتأت اللجنة الأولمبية برئاسة السيد عبد الرحمن عسكر الأمين العام أن نطلق هذه البرنامج في المماشي العامة في جميع محافظات مملكة البحرين للوصول بأكبر عدد من المجتمع البحريني إلى مفهوم كيف يبدأ وماذا يحتاج من الرياضة. الصراحة جيت هني وعندي طموح أن احنا نحاول نشر الوعي حق العنصر النسائي أنهم يمارسون الرياضة. فإحنا هني متواجدين عشان نقدم لهم الخدمات والبرامج اللي تناسب فئات العمر المختلفة. طبعا الهدف من المشاركه في هذا البرنامج طبعا ان عاده احنا ما نعرف ان الشخص او الجمهور هو اللي يبحث عن المدرب ويروح له، بس احنا هني في هالبرنامج نبي نتريض وياكم، احنا نازلين حق الجمهور وهذه شيء حلو. وفي نفس الوقت مدام احنا بننزل حق الجمهور احنا او انا راح اقدم خبرتي وشنو الاشياء اللي انا اقدر اقدمها حق هذا المجتمع عشان يفيد ونستفيد مع بعض. البرنامج هو برنامج توعوي للعامة يهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة للتدريب وتشجيع العامة على مزاولة الرياضة
البرنامج هو يترجم المسؤولية الاجتماعية للجنة الأولمبية البحرينية اتجاه المجتمع وخدمة المجتمع. الهدف من مشاركتي في هذا البرنامج هو توعية المجتمع وأفيدهم بخبرتي اللي اكتسبتها في مجال الرياضة. طبعا العقل السليم في الجسم السليم، والهدف هو نشر الوعي الرياضي ونشر الثقافة الأولمبية بشكل عام على كافة أفراد المجتمع، والفرد هو اللبنة الأساسية في بناء جميع المجتمعات. إحنا جايين نوعي الناس عن كيفية يعني شلون يمشون في المماشي في مماشي مناطق البحرين، ونوعيهم يعني نحافظ على صحتهم. فإحنا بنكون مجموعة مدربين بتنزل في المماشي اللي هي في جميع مناطق البحرين عشان نوعيهم. هدفي من المشاركة في هاي البرنامج التطوعي إن توعية أكبر شريحة من المجتمع بأهمية الرياضة وتفادي العادات الخاطئة من ممارسة الرياضة في مضامير المشي في البحرين. سعيا للوصول لأكبر شريحة من المجتمع وتقديم الخدمات من غير مقابل، كان هذا هو الهدف الأساسي لفكرة البرنامج التدريبي. أسمهان معروف لبرنامج الملعب. طبعا مشاهدينا جايين نتمشى وياكم، بكرة راح تنطلق الفعالية الساعة 4 في دوحة عراد، ومن رياضة إلى رياضة من نوع آخر مع الزميل حمد الفردان. هلا والله. بنروح هناك أنا وانتي، نروح وبدربش هناك. دربني تركضين كذا بلاش؟ بلاش 15 كيلو بتجيب هاني؟ هاني لازم نجيبه لأن اليوم عندي الأراد وايد قوي. حلو، اليوم موضوعنا خطير. ها خطير اليوم، تضخيم وتفصيل. بالكينج وتفصيل، يعني تضخيم وتفصيل الجسم. اللي يبي يضخم للبورت الاول، والبورت الثاني اللي يبي يضعف، والبورت الثالث حق هاني. والبورت الثالث حق هاني انت شايل عليه من امس. ايه ادري مخصوص له اليوم مسوي الحلقه له. زين، التضخيم المقصود منه انه بالكينج، انه نكبر الجسم، نكبر الكتله العضليه. طبعا تكبر الجسم في يعني وايد طرق، لكن طريقه تكبير الجسم في ناس تفتكر ان البالكينج هو انا اكبر جسمي بطريقه انه يكون في عضل وفي فات. لا، احنا نبي البالكينج النظيف واللي هو بالك العضلات، الكتله العضليه تكون اكبر. لما الكتله العضليه تكون اكبر تقل اللي هو الديفينيشن اللي هي التقاصيص مالة الجسم. فدائما الناس اللي يعدون حق يعني كمال اجسام او يعدون حق بطولات ثانيه، اول شيء في كاتنج اللي هو بالكينج فيز، كبر العضل، كبر الكتله العضليه، بعدين يسوي تونينج حق الجسم اللي هي التقطيع. فاحنا نتكلم عن البالكينج والتقطيع. اول شيء راح نتكلم عن البالكينج. خلينا نتكلم عن شنو النقاط اللي لازم تسويها عشان انت تروح ولا تقول ان انا سويت مرحله البالكينج. هذه اللي يقول رايح سايز، هذه اللي يقول لك رايح سايز. رايح سايز من ضمن محمد الشملان كله بالكينج. كله سايز. اي كله سايز. زين، فراح نتكلم عن اللي هو البالكينج. اول شيء الكربوهيدرات. مثل ما تكلمنا من قبل ان الكربوهيدرات لها دور كبير في رفع الوزن وتقليل الوزن. فالكربوهيدرات النظيفه هي الخطوه الاولى في البالكينج عشان ترفع وزنك. النظيفه المقصود فيها مثلا العيش، الباستا، هذه الاشياء. اي نعم، والابتعاد عن الجنك فود. ابتعاد عن الجنك فود والسكريات، لان السكريات اذا ضفتها مع البالكينج راح يصير عندك فات زياده وبيطلع لك بطن واشياء. فانت هاي الشيء اللي انت ما تبي تسوي جين بشكل نظيف. شيء ثاني الوجبات. الوجبات لازم تزيدهم، تقسمهم على اكثر من وجبه، من خمس واكثر. حتى لو كان الكارب مالك معدود وزعهم على هاي الوجبات عشان هني عمليه الايض تكون سريعه. ويكون يعني يكون الجسم يتقبل اي شيء تدخله فيه. تمرين باوزان عوده. طبعا اكيد هاي الشيء لازم تسويه وقت تكون في البالكينج، تحتاج اوزان. وقت تروح الجيم تشيل اوزان اكثر من طاقتك، اوزان مو متعود عليها، عشان تعطي سيجنال حق العضله ان انا احتاج عضله ازيد. قومي قاعده من النوم. فهذه التمرين لازم تسويه بالاوزان. تقلل التكرارات في التمرين، لازم تقل
وتزيد الاوزان عشان يكون، لان التكرارات هي راح ترفع عمليه القلب دقات القلب وبتحرق عضل، فانت ما تبي هالشيء يصير. نعم. فلازم تقلل اللي هو التكرارات. اوكي. استعمال المكملات الغذائيه اللي هي الجينر، مثل الجينر بروتين الجينر، المكملات اللي ترفع من نسبه الكربوهيدرات في الجسم والبروتين، زيد البروتين، تاخذ بروتين بشكل اكبر دبل عن ما تاخذ في الكاتنج فيز. طبعا السوائل لازم تزيد، والاهم والاهم الاهم هو الراحه. وقت الراحه لازم يكون وايد مهم. يمكن من يعني ما اقل اهميته عن التغذيه ويا التمارين. وقت الراحه النوم لازم يكون من 8 ساعات وفوق وطالع، لان الجسم في هالحاله وقت انت تجهده وتعطيه اوزان عوده يحتاج الى وقت راحه عشان يسوي ريكفري ويسوي معالجه حق العضلات والالياف. حلو. للجسم بشكل كبير. هاي بالنسبه حق البالكينج. بالنسبه حق الكاتنج، ما نبي نطول وايد في الكاتنج لانه هو عكس البالكينج. فشنو بيصير؟ الكربوهيدرات اللي في البالكينج ترفعها، في الكاتنج تقللها. عندك الابتعاد عن السكريات نفس الشيء. هني الفرق بس انك تقلب التكرارات، تزيد التكرارات وتزيد التمارين وتسوي سوبر سيتس. لازم ترفع معدل القلب، يكون دقات قلبك عاليه عشان تحرق اكثر. مثل الكارديو، وقت تروح تركب على الكارديو وتمشي ولا تركض، دقات القلب ترتفع. نفس الشيء في التمارين، سواء بالسوبر سيت. يعني سوبر سيت شنو نقصد فيه؟ انه يعني تمرينين مع بعض ندمجهم مع بعض، ويكون فتره الراحه عليهم. فتره الراحه بينهم تكون وايد قليله، من 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 10 ل 15 ثانيه، وتكون يعني دائما تروح تسوي باي هنا وتروح تسوي تراي هنا وترجع مره ثانيه. صح. مثلا تقدر تلعب العضلتين مع بعض، البايسبس والترايسبس، يكونوا سوبر سيت مع بعض. اوكي. او الصدر والضياع مع الظهر. اوكي. يكون هاي الشيء سوبر سيت. توزع الوجبات نفس الشيء، كذي ما تكلمنا عنه وايد. المكملات راح تتغير، راح يكون مكملات غذائيه حق الكاتنج واللي هي مثلا واي بروتين، البي سي ايز، هالامور ذي كلها اللي تنشف الجسم، فات بيرنر من المكملات الغذائيه الزينه اللي يعني ينصحون فيها ناس وايد، وفي ناس بعد يعني تعتبرها كاخر خيار، لكن بعد تفيد تساعد. فالاكل بعد نفس الشيء. حلو. في النهايه عندنا طبعا انا خليت لك مريم الفقره الثالثه حق هاني. هذه إيه خاصة، لأن قال هاني إن أنا والله أشوف حمد وأخذ منه نصايح بس ما استفاد. أيوة. أعطاك يعني قنبلة ذرية. زين. هذه إحنا حطينا شنو اليوم؟ حطيت له أنا 6 نقاط. طبعا في هاني وفي غير هاني، في ناس وايد يعني تدش في التمارين وتدش في هالأمور ويقولون ما استفاد ويضيعون، وعقب يحطون على شنو، يقول لك المدرب مو بزين. زين. ناس إذا البرنامج مو ناجح يقولون المخرج، قالوا المخرج مو بزين، أو يقطونها بعد على المذيع. فحطينا نقاط راح نتكلم عنها. النقاط هذه، أول شيء النوم. إذا ما تعدل النوم معناته أنت في شيء ما سويته صح. بالضبط. يعني لازم تنام، النوم مهم جدا. إيه النوم، يعني فترة الراحة هذه وايد مهمة. ولأن أنا أعرف هاني صح، أعرف أنه ما ينام عادل، ينام ساعة ثلاث، يرقد متأخر، فهذه يأثر عليك وقت تمرينك. هذه أول شيء يا هاني. ثاني شيء التغذية. حفظوها هاي 6 أشياء. أوكي. إذا سويتوها بانتظام بتستفيدوا، راح تستفيد 100%. أي جسم إن كان، يعني سواء جسمك ضعيف متين، أنت لازم تسوي هالأشياء. أوكي. 2 التغذية. أوكي. إذا تغذيتك مو بصح ومو بعادل ما راح تستوي. زين، هاي النقطة الثانية. والتغذية تكلمنا عنها وايد وقلنا عنها أشياء وأشياء. بالضبط. التمرين. إذا تروح للتمرين تلعب لي لعبتين وتمشي، أو مثلا تمشي بس في البيت كمشي وتقول لي أنا رحت التمرين، هاي مو تمرين. صحيح. التمرين أقل شيء فيه نص ساعة. صحيح. إذا ما طفت نص ساعة في التمرين يعني أنت ما سويت شيء. ولازم إذا تبي تبني عضل تسوي تمارين حق العضلات. يقول أنا ما سويت شيء، وسويت شيء أنا ما سويت شيء. أنت ما سويت شيء لما رحت الجيم وما شلت أوزان. فهذه شنو؟ هذه ثالث شيء. بعدين عندنا المكملات الغذائية. المكملات الغذائية وايد مهمة، لأن إذا تغذيتك
مو 100% تحتاج مكملات. صحيح. لازم تستخدم هاي الشيء، ولانك رياضي تحتاج مكملات غذائيه. اللي موجودين ووزاره الصحه راضين عليهم، مو من الانترنت. بتقولون بدايه الحلقه قلنا كلام، الحين نقول كلام. هذه النقطه بعد كنت بعلق عليها، و طبعا اكيد هاي شيء وايد مهم انك تاخذ من مكان مضمون. صحيح. لانه هاي في وايد فيها غش تجاري كثير، وتذكرت لي امثله كثيره انهم ممكن يفتحون العلب ويزيدونهم مواد اخرى. صحيح. علشان انهم يقدرون يبيعون اكثر ويقصون عليكم، فاخذوها من الاماكن الموثوق منها. واللي عليها شعار وزاره الصحه، وعندك بعد وزاره يعني منظمات عالميه. نعم. مثل اللي موجودين على الشاشه. اخر شيء او قبل الاخير، الاستمراريه. استمراريه، يعني انت حسويت كل دي لمده اسبوع ما يمشي، فلازم اقل شيء تحط لك جدول 3 إلى 6 شهور. عشان انه هاي تسميه برنامج. برنامج غذائي 3 شهور اقل شيء. صحيح. لازم تستمر فيه، فانت تستمر فيه استمراريه. فكل يوم الصبح برنامجك يكون نفس الشيء عن اليوم اللي عقب، عشان تسميه هاي برنامج. صحيح. هاي الاستمراريه. واخر شيء، تفاجئ الجسم بعد 3 شهور من البرنامج، تغير جدولك وتكسر الروتين وتغير التمرين مالك عشان تصير نفس الصورة، عشان تصير يا هوني مثل اللي في هاي الصورة. حلو، جميل. وبس يعني هذه هي الستة أشياء المهمة جدا لبناء العضل والاستفادة من التمارين اللي احنا قاعدين نسويها. صحيح. يعني إذا خلفت في شيء واحد من هاي النقطة، يعني خلفت فيها أو نقطتين من هذولين، أكيد بيتأثر، بيصير ديلي حق الهدف اللي أنت حاطه واللي أنت تبيه. بالضبط. اشكرك شكر جزيل. ايوه. نشوفك باكر في دوحه عراق. نروح ان شاء الله انت معنا. اوكي. كل التيم لازم يجي. الكل. بنشوف عاد من اللي بيجي من الباقيه. ان شاء الله. مشاهدينا، رياضه البولو تعتبر من الرياضات القديمه جدا، حيث كانت بدايتها في القرن الثامن. قام الانجليز في ذاك الوقت بوضع الاسس والقوانين الخاصه للعبه. خلونا نتعرف اكثر على هذه الرياضه مع زميل عمر عبد السميع. Pelagia, remember Pelagia's just arrived here from Florida overnight, putting that one up there for Raul Laplacette. Placette just putting the first one away there for Bindry. البولو تعني الكرة بلغة البالتي، والتي يتحدثها أهل باكستان والهند، وبالعربية هي الضرب بالصولجان. اكتشفت في القرن 18، لكن بدايتها على حسب المؤرخين يعود ل600 عام قبل الميلاد. أما عن أصول اللعبة فهي ليست واضحة، لكن الجميع يتفق على أن بريطانيا لها الفضل في تطويرها ووضع قوانينها. أهم أسس اللعبة أنها تمارس على خيول تدعى البوني، ويتم تغيير الحصان القزم في كل شوط، وتنقسم من 5 إلى 6 أشواط. أما الفريق فيتكون من 4 لاعبين، وتبلغ مساحة ميدان البولو 275 متراً في 180 متراً. تعتبر هذه الرياضة إحدى هوايات الأغنياء بسبب كلفتها العالية من اسطبلات ومساحات شاسعة. بالنسبة للانتشار والأرقام القياسية، فقد أصبحت الأرجنتين مؤخراً تتسيد العالم بانتصاراتها في لعبة الصولجان. وأما الملفت للنظر أنها وجدت الشهرة في الخليج العربي، وخاصة في الإمارات العربية المتحدة. الجميل أن اللعبة من 600 عام قبل الميلاد ما زالت على قيد الحياة، لكن الأجمل أن هناك أشخاصاً ما زالوا يؤمنون أنها لن تموت مهما مضى الزمن. مشاهدينا، وصلنا إلى الفقرة العالمية، واليوم معنا زميلي جديد عرفكم عليه، أحمد الشملاني. أهلا، مرحبا فيك أحمد. مساء الخير مريم، مساء الخير لك أستاذ المشاهدين، مساء الخير للزميل الجديد أيضا. يعني أنا ما عرفتك صراحة، مفاجأة. دخلت على الاستوديو ما صدقت. عشان تتفاجئين، تغيير كل الشملاني. الشملاني 2017 تقريبا. لك 2017. حلو، يعني 2017 لا تخلو من المفاجأة. أكيد المشاهدين يستاهلون ننوع لهم شوي. حلو، قاعد يزفون يقولون ما في وقت. يلا زين، ادرك اللبكه في الموضوع. زين مريم، طبعا الخبر الابرز لهذا اليوم، خبر العالم الابرز، كان هو زياره المنتخبات بالضبط لكاس العالم.
ابتداء من 2026 الى 48 منتخب معنا، يعني دبل المنتخبات الحاليه. طبعا هذه الخبر يمكن احنا ندش بعدين البحرين؟ إيه؟ اكيد بالنسبه في 48 100% يعني بنشوف منتخبات يعني اقل من البحرين راح تكون متواجده. زين لا في يعني طبعا اعتراض كبير من وايد يعني اعلاميين او وسائل اعلام او حتى يعني ناس متابعين لمثل هذا القرار. والعنوان الابرز للماركه يقول المونديال دي لوس بوبرز جاء استا اكيد، يعني مونديال الفقراء الان سيكون موجود. على اعتبار ان بنشوف وايد منتخبات فقيره كرويا او حتى فقيره حتى على مستوى الاقتصادي. صحيح 48 منتخب اتصور عدد كبير جدا، راح نشوف حتى منتخبات متواضعه جدا ممكن توصل كاس العالم. ما ابي اسمي يعني ما ابي اذكر اسماء عشان ما حد يزعل، ولكن نعم. يعني كاس العالم دائما احنا تعودنا نشوفه لنخبه المنتخبات، ولكن على كل حال يلا الحياه 2026 عام يلا الحياه بنكون ان شاء الله دحين صغار بعد ان شاء الله نغطي 2026. نواصل في الماركه مريم. كريستيانو رونالدو بعد ما فاز بالجائزه امس ذا بيست اوف وي بارا ذا بيست كيسوي جو يقول جائزه الافضل كانت للافضل اللي هو انا. واو طبعا رونالدو يعني تصريحاته مو بغريبه عليه دائما في عنده تعالي كبير في الملعب وخارج الملعب، ولكن بما انه هو فاز يعني ما نقدر نقول له لا يعني مبروك. وايضا في عنوان فرعي مريم ميوبيرا غوستادو كيميسي ستوفيرا اكي، يعني كنت احب ان يكون ميسي في الحافل موجود، يعني حتى هو فايز قاعد ينتظر المنافسين او ميسي عشان تخبرين الحركات والواو والحركة اللي يسويها رونالدو. ما مر يعني التصريح دي يعني هاي التصريح ليش يا قاله يعني رونالدو لأن رونالدو لأنه فيه أنا وأنا وأنا وكلمة وحركات فيبي يكون ميسي موجود عشان يسوي له حركات المعتادة، ولكن في الأخير هو الأول حاليا حسب الفيفا طبعا مو حسب الكل بالضبط. هاي بعد نغزة نواصل في الماركة مريم. طبعا هناك ايضا اعتراض انيستا كبير انيستا جامو بارا ديسكولبارسي انتس لوس خوك يا جماعه خل اقرا الخبر مستعيلين انيستا جامو بارا ديسكولبارسي انتس لوس خوكادورس دي ريال مدريد، طبعا لان بسبب عدم حضور لاعبي برشلونه امس الحفل فانيستا اتصل في لاعبين مدريد يعتذر منهم لان هناك كان يعني في غضب من اللاعبين انه ليش ما حضروا الحفل حتى. هناك بعض الاخبار تقول انه يعني برشلونه قاعد يجهز حق مباراه يوم الاربعاء مع اتلتيك بلباو، ومباراه العوده راح تكون صعبه ويحاول يرجع. نعم. هناك البعض يرجح انه يعني لان معظمهم من مدريد ومعظم والاول من مدريد فما يعني حتى الحفل ما حضر رغم انه معظم التشكيله من برشلونه ومدريد، ولكن ولا لاعب من برشلونه حضر وكان هاي قرار جماعي. هناك استياء من البعض، حتى دانيال الفيش ذكر بيا موتشو بلانكو اي مي سنتيا مال لوس ديل بارسا ديبييران ابير فينيدو، يقول يعني شفت وايد ناس من طبعا دانيال الفيش هو لاعب برشلونه السابق اللي الحين حاليا في يوفنتوس. نعم. يقول شفت وايد من اللاعبين من فريق مدريد كنت اتمنى ان لاعبي برشلونه يكونوا موجودين. اذا في هناك اعتراض كبير على عدم حضورهم، يعني كل واحد يرجح الحركه تكون موجوده، ولكن في الاخير مثل هالاحتفالات طبعا اللاعب غير ملزم انه يحضر خصوصا اذا ما كان بيفوز يعني. نعم. نواصل في الصحافه مريم. فا ابوربيكي يعني الحديث عن لجنه الحكام بيكي بعد التصريحات الاخيره والاعتراض على قرارات على التحكيم. التحكيم ممكن انه يتم يعني عقابه، هناك اجتماع سيكون من لجنه الحكام في شكوى على اللاعب ممكن يتم ايقافه، ويعني الصراع بين برشلونه ومدريد يمتد حتى الى خارج ارضيه الملعب. نواصل مريم لان ما عندنا وقت شكله. نشوف مباريات اليوم، ابرز المباريات مانشستر يونايتد وهال سيتي ضمن كاس انجلترا في قبل النهائي او كاس رابطه المحترفين، نابولي سبيزيا ايضا ضمن كاس ايطاليا، اتلتيكو مدريد لاس بالماس في كاس ملك اسبانيا، فيتوريا جيمريش وبنفيكا ضمن كاس دوري البرتغال، سوشو وموناكو ضمن كاس الرابطه الفرنسيه. هاي ابرز المباريات وايد بسرعه وايد على سريع لوك عجيب. شكرا جزيلا وصل عليه جايين بعد اكثر. شكرا جزيلا لك حمد. احنا مشاهدينا وصلنا الى ختام حلقتنا اليوم، نلقاكم بكره ان شاء الله في نفس التوقيت.